17 مليار جنيه، ده بند واحد جوه منظومة الرعاية الصحية بشكل عام، بند واحد ب 17 مليار. هو مهم تبقى عارف، يعني احنا عارفين ان احنا في عندنا مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. احنا كنا بنتكلم على قائمة انتظار مخيفة مخيفة، فلما نعمل اكتر من 1.5 مليون عملية، ده معناها هو كانت مصر فيها ايه قبل كده؟ والله بتكلم بجد، لما تصرف على قوائم الانتظار بس 17 مليار، امال اتصرف على الصحة قد ايه؟ ايه اللي اتعمل في القطاع الصحي يخليني انظر الى بند واحد قيمته 17 مليار؟ طب بالمناسبة خد بالك، ده انفاق الدولة، يعني المواطن لا ينفق من جيبه شيء في هذه المسألة. تاني، وهذا ليس تفضلا من الدولة، ما انت برضو لازم تبقى فاهم، الدولة لما بتقوم بده ده حقك عليها. بالمناسبة حضرتك مواطن في دولة حقيقي بتحترم النهاردة أو في خلال الفترة دي السابقة القريبة مواطنيها، دولة ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تشوف قوائم انتظار مليونية بتاعت ناس عايزة تعمل عمليات كانوا بيتسابوا في الطوابير كده شهور، حد لا قدر الله يموت بقى خلاص بقى هنعمل ايه، لم يصبه الدور. قول لي انهي عقل وانهي ضمير كان يسمح بده؟ يبقى لما دولة بتقول لك ايوه انت ليك حقوق عليا وانا ما افعله ليس تفضلا وانا هقضي على قوائم الانتظار باذن الله حتى تصبح صفرا ومش مشكلتك احنا هنصرف عليها كام، بند، امال اللي اتصرف في فيروس سي ولا اللي اتصرف في المبادرات المختلفه ولا اللي اتصرف على المستشفيات ولا على التامين الصحي الشامل ولا، فما تديش ودنك لحد قاعد. ما هو دي برضه خلي بالك ايه، مباحثات صالونات الأبهة، وكان الأقدر أن يوجه الاستثمار إلى القطاع الصحي. نعم صديقي زميلي أخي مش عارف مين. طب سؤال، هو أنت عارف الدولة صرفت أصلا قد إيه قبل ما تقول وكان أولى بها؟ يعني قبل الحالة التنظيرية الفوقية والتعالي ده ما تعرف طيب الرقم يا أخي؟ الحاجات دي بصراحه بتحرق دمي. خلوني اخد معايا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. اهلا 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 يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. تحياتنا ليك دائما. كنت بتكلم على انه قوائم الانتظار بس انفقت فيها الدوله 17 مليار جنيه مصري، وهذا ليس تفضلا وانما هو حق المواطن على هذه الدوله، بس كان لافت للنظر ليا ده بند واحد من عشرات البنود يا دكتور. ده مظبوط، يعني احنا زي ما حضرتك ذكرت انه ما تم انفاقه على منظومه الصحه في مصر، كفايه اني اقول لك ببساطه انه موازنه اداره الصحه زادت خلال السنوات اللي فاتت اكثر من 300%. اللي ما تم انفاقه على التامين الصحي الشامل رقم يقرب من ال 60 مليار جنيه اللي هي في محافظات التامين الصحي الشامل. ما تم انفاقه في المبادرات الرئاسيه رقم يقرب من ال 70 مليار جنيه في الاجمال. فانت النهارده دي ودي كلها بتتكلم على الانفاق المباشر على الخدمه الصحيه، غير ما بيتم انفاقه خلال السنوات السابقه في أكثر من 300 مشروع ما بين إنشاء جديد لمستشفيات أو إحلال وتجديد. إحنا بنتكلم تقريبا على ما يقرب من 60% أو 70% من حجم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة اللي موجودة في مصر، وأنا بتكلم هنا على وزارة الصحة والسكان. وهناك رقم يقرب من 30 مليار جنيه تم صرفه على منظومة الصحة في المستشفيات الجامعية برضو للإحلال والتجديد. احنا يعني بلغة الأرقام، خلينا لو اتكلمنا على قوائم الانتظار ولغة الأرقام يعني لا تكذب،
زي ما حضرتك ذكرت كده، احنا اجمالي العمليات اللي تم اجراءها 1,567,780 تدخل حتى تاريخ 6 فبراير 2023 بداية من شهر 7/2018 لما بدأت أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. النهاردة أنت بتتكلم على عمليات في تخصصات جراحة الأورام، عملت أكثر من 102,725 مواطن استفادوا من عمليات جراحة الأورام بالمجان. في 84,000 مواطن و764 استفادوا من عمليات جراحات العظام وتغيير المفاصل. في 597,383 أكثر من 600,000 مواطن استفادوا من عمليات جراحة العيون. في 68,000 أو رقم يقرب من 67,992 مواطن أجروا عمليات قلب مفتوح. في 503,000 يعني نص مليون تاني و620 أجري لهم عمليات القسطرة القلبية. 86,000 مواطن تم إجراء عمليات جراحة مخ وأعصاب ليهم. الأطفال في ما يقرب من 6,000 طفل تم عمل زراعة القوقعة ليهم. حضرتك القوقعة السمعية النهاردة بيكلف الجهاز رقم يقرب من النص مليون جنيه. في 1,000 مواطن تم إجراء عمليات زراعة كبد لهم. في 13,404 تم إجراء قسطرة طرفية. في 6,000 مواطن عمل لهم قسطرة مخية. كل ده من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار دون أن يتحمل المواطن أي تكلفة مالية. التكلفة المالية دفعتها الدولة ودفعتها الجهات الداعمة زي بيت الزكاة وزي اتحاد البنوك. الحقيقة إنه يعني الأرقام دي ملهاش غير مدلول واحد، والأرقام لا تعرف الكنايات ولا تعرف الاستعارات، لكن الأرقام دي لها مباشرة واضحة جدا. في 1,500,000 مواطن مصري استفادوا من تدخلات جراحية في منتهى الصعوبة ومنتهى التعقيد ومنتهى الكلفة بدون أن يتحملوا أي نفقة. خفض معدل قوائم الانتظار من سنة وسنة ونص وسنتين إلى 3 أسابيع وأسبوعين وأربع أسابيع. ده ببساطة هذه هي واحدة من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة. طب دكتور حسام، أنا عايز أطرح سؤال أعتقد مجرد اعتقاد أنه يجوز ما اطرحش على حضرتك قبل كده، ألا وهو في ظل هذه الأزمة الطاحنة اللي بيمر بها العالم واللي ليها انعكاسات اقتصادية واضحة بطبيعة الحال علينا بقالنا دلوقتي أهو، يعني احنا بنتكلم في سنة إلا أسبوع إلا أسبوعين، يعني هل تأثرت الميزانية بتاعتكم؟ هل تأثر حجم الإنفاق؟ هو ده المهم بقى، حجم إنفاقكم على المبادرات المختلفة، على قوائم الانتظار، على على على، قللتوا حاجة يا فندم؟ طيب خليني أقول لحضرتك مش قللنا حاجة، خليني أقول لحضرتك إنه هذه الأزمة وقبليها أزمة كورونا والضغط الاقتصادي اللي حدث على العالم وحدث على مصر بالتبعية، إحنا من فترة أقل من شهرين يعني وإحنا في خضم الأزمة وما زلنا، السيد الرئيس صدق على مبادرتين جداد للصحة العامة: تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأساسية لتقديم خدمة صحية متميزة ومختلفة تشمل الكم والكيف، زيادة عدد ساعات العمل ووجود عيادات تخصصية في وحدات الرعاية الأساسية، وبعض الوحدات الرعاية الأساسية تشتغل كمان 24 ساعة لتقديم خدمة الطوارئ وما كانت جميع وحدات الرعاية الأساسية وربطها بالمستشفيات. بمبادرة رئاسية أطلقها أو وافق عليها السيد الرئيس خلال الشهرين اللي فات أو الشهر اللي فات،
المبادرة الثانية مبادرة الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي للصحة النفسية، دي مبادرة أخرى بيتم إطلاقها. وقبليها كانت مبادرة جديدة وهي مبادرة الأورام، أورام الرئة، سرطان الكبد والرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم. من يعني إحنا مش بس المبادرات مستمرة ويتم الإنفاق عليها والحرص عليها بشكل دائم، لا ده كمان لما تتوقف اهتمامات السيد الرئيس ودعمه للصحة العامة بكل جوانبها من خلال مبادرات جديدة. احنا من خلال 3 شهور فاتوا او 4 اطلقنا الاستراتيجية القومية للتغذية. الهدف في النهاية هو تحسين حياة المواطن المصري في ظل الدعوة او في ظل النهج الذي يتبناه السيد الرئيس واعلن عنه بكل وضوح، حياة كريمة. صح. حياة كريمة للمواطن المصري. صح. انا عايز اشكرك، يعني اشكرك جدا 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 يا دكتور حسام، يعني اثلكت صدري، لان السؤال الاخير بالذات كان مهم بالنسبه لي جدا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان، خلاصه القول يا ساده كرام، حتى في ظل هذه الازمه ما قلتش حجم او ما قلش حجم الانفاق بتاع وزاره الصحه على المبادرات والعلاجات المختلفه، بل بالعكس هو زاد.